لما لبست الخف لقيته دون الكعبين، يبقى مش مغطي كل محل الفرد، مغطي حتة من قدمي بس، ما ينفعش. يبقى الشرط اللي بعده، بعد أن كان طاهرا وبعد أن لبسته على طهارة تامة، أن يستر كل محل الفرد من الرجلين. يبقى لازم يبقى فوق الكعبين حاجة كده بتعمل لي زيادة كده، لأن حريم الحرام حريم، حريم الحرام أيضا يأخذ حكم الحرام، يعني فناء المسجد دايرة حوالين المسجد، طب المسجد حريم، يبقى الفناء بتاعه حريم برضه، حريم الحرام حريم. يحرم ان انت تفعل كذا في المسجد، ويحرم ان انت كذا، وكذلك الملحق بالمسجد اللي حواليه ده يأخذ حكم. يقول لك عورة الرجل من السرة الى الركبة، هنشن على السرة كده يعني بالظبط، قال لا يعني ناخد كده سنتي فوقيها وسنتي تحت الركبة. ليه؟ لأن حريم الحرام حريم. ماشي ولا ما مشيش؟ حلم. يبقى إذن، وبعضهم يقول لك حريم الحرام حرام، يعني نفس الايه التعبير. يبقى يشترط في الخفين نمرة واحد الطهارة، نمرة اتنين ستر محل الفرد، نمرة تلاتة اللبس على طهارة تامة. أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، فهمناها. وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين، فهمناه.